المحلية وتحديدا إلى ولاية البيض، حيث انتشرت مصالح الحماية المدنية جثة شاب توفي غرقا ببركة مائية ببلدية بوعلام، وتم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث. يذكر أن المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، ما يدفع الشباب لارتياد البرك والسدود بغرض السباحة. تغطية كانت للزميل محمد بن هرجال. تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية ببوعلام صبيحة اليوم من أجل انتشال جثة شاب 23 سنة توفي غرقا داخل بركة مائية بمنطقة القطارة المعروفة بصعوبة التضاريس، وبعدها تم تحويل هذه الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوعلام.